دعك إلى الدنيا. عارف وحاسس بيك، عارف وحاسس بيك، هو ده المعنى الحقيقي اللي أنا عايز أوصله في الأول. أنا زي ما قلت أنا مش جاي عشان أتكلم في مثاليات ضخمة وكلام من فوق نظري لا يمكن أن ينزل منزل التطبيق، أنا جاي عشان أتكلم بشكل واقعي ونناقش الموضوع بشكل واقعي. لكن أتمنى كمان زي ما أنا هتعامل بواقعية مع الموضوع، أتمنى أن كل اللي بيتفرجوا علينا أو بيسمعونا أو هيحكوا الموضوع دوت لآخرين أو يتناقشوا معهم فيه، يطلبوا منهم أن هم كمان يكونوا واقعيين، ما يرفضوش الحوار، ما يرفضوش الاستماع للكلام الآخر اللي ممكن يكونوا هم رافضين يسمعوه لأنهم مش عايزين يسمعوه. في البداية حاول عارف، عارف لكل شاب ولكل فتاة لكل ولد ولكل بنت عايز يعيش قصة حب أو شايفة أن هي عايشة قصة حب أو عاشت قبل كده قصة حب، عايز أقولهم أن أنا عارف، عارف أن في ميل جواك للطرف الآخر، ربنا خلقنا كده، فعارف ومقدر، عارف هذا الميل ومقدره، مش رفضه ولا أقدر أرفضه لأن ربنا خلقنا كده. عارف أن ممكن تستهويك قصص الحب أو تستهويك قصص الحب لما بتسمع اتنين من واحدة من صاحبتك بتحكي أو واحد صاحبك بيحكي أو بتتفرج في التلفزيون أو غيره أو غيره، عارف أن أنت بتستهويك أو تستهويك قصص الحب. عارف أن البعض بيضايقه أن الكل عمال يحكي حواليه حكايات وهو ملوش حكاية أو هي ملهاش حكاية، فبتحس بالنقص في وسطهم فبتدور أن هي يكون لها حكاية. عارف أن ممكن تشدك صورة كل اتنين بتشوفهم واحد واحدة ماسكين إيد بعض وماشيين في الشارع، عارف أن ممكن تشدك الصورة دي، عارف ومش بس عارف ومقدر. عارف أن نفسك ونفسك تحبه وتتحبه، عارف ومقدر. عارف أن مشاعر الحب حلوة وكل الناس مشتاقة ليها، عارف ومقدر. عارف أن ممكن تتشدي أو تتشد غصب عنك لحد، عارف ومقدر. عارف أنك أحيانا أو أحيانا بتسرحي في قصة الحب اللي نفسك تعيشها أو اللي عايز تعيشها أو مستعجل تعيشها، عارف ومقدر. كل ده والله عارفه وكل ده والله مقدره فوق ما تتخيله. ويمكن عشان كده ما بتعملش بمثالية شديدة وضخمة في الموضوع ده، لكن في نفس الوقت عارف. عارف ايه كمان؟ زي ما انا عارف ومقدر ان في ميل فطري تجاه الطرف الاخر، وعارف ومقدر اني بتستهوي قصص الحب، وعارف ومقدر ازاي بيضايقك او يضايقك ان الكل يحكي حكايات وانت ملكش حكاية او ملكش حكاية، عارف ان صور الحب وقصص الحب بتشدك، وعارف كل ده ومقدره، لكني في نفس الوقت عارف. وعشت مع ناس كتير قوي وسمعت من ناس كتير قوي وتلقيت رسائل من ناس كتير قوي، عارف بنات كتير بيحسوا قد ايه هم خاينين لأهلهم لأنهم بيعملوا ده من وراهم، عارف قد ايه شباب وبنات بيأنبهم ضميرهم وحاسين قد ايه هم بيعملوا حاجة غلط، عارف ان قد ايه شباب وبنات وخاصة تحديدا بنات اتعرضوا لصدمات قوية جدا كانت اقوى بكتير قوي من لحظات الحب الحلوة اللي هم عاشوها. عاشوا لحظات من وجهة نظرهم هم لحظات حلوة وسعيدة وجميلة واوا، لكن الصدمة اللي اتصدموها كانت أقوى بكتير جدا 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 من مشاعر الحب اللي هم شافوا ان هم عاشوها. عارف وملاحظ ان معظم الحكايات ما بتنجحش وما بتكملش، عارف وشايف ان كتير ضيعوا حياتهم كلها او معظم حياتهم مشتتين ما بين قصة حب والتاني حصة، ما انتبهوش ان حياتهم فيها حاجات كتير قوي غير كده، وفي النهاية وجدوا نفسهم ما وصلوش في الحياة لما كانوا يستطيعوا الوصول إليه لو ما حصروش حياتهم بس في مربع إن أنا أحب وأتحب وأعجب ويعجب بيا. لو كانوا ما عملوش الحصر ده كانوا حققوا نجاحات أكتر بكتير قوي من اللي هم حققوها. عارف إن معظم اللي بيحصل ده ما هواش حب حقيقي، فعلا ما هواش حب حقيقي. وحديكوا نموذج، وعلى فكرة يا جماعة أنا لما بقول نماذج من الرسائل اللي بتجيل أو غيره أنا ما بقولش النموذج إلا اللي ما يتعرفش صاحبه مين، يعني أنا ما بقولش حكاية ممكن يتعرف مين صاحبها، هو مش هيتعرف صاحبها، لكن أنا بقولها عشان نفهمها نستوعبها. لما ألاقي في يوم من الأيام واحدة بعتالي بتقول لي إن هي بتحب 5 في وقت واحد، والله العظيم 5 في وقت واحد، مش عارف مين على الفيس ومين مش عارف فين ومين فين ومين فين ومين فين، بتحب 5 في وقت واحد، هل ده حب؟ دي مشاعر حب؟ ليس بحب. لما الاقي واحد بيقول لي ان هو استطاع ان هو ينسى حبه الاول في ساعتين، تخيل نسي حبه في ساعتين، هل هذا بحب؟
لما الاقي ناس بيبعتوا لي كل فتره عن مشاكل وتتبع خط السير بتاع المشكلات، الاقي ان كل 15 يوم او 3 اسابيع بتتحكي لي قصه حب مختلفه عن اللي قبلها. هل ده حب؟ عايز اقول لكم يا جماعه حاجه نفرق بيها بين حاجتين. عندما نسعى نحن للحب فليس هذا بحب، الحب هو الذي يسعى ولا يسعى إليه. بمعنى في واحد كبرت في دماغه يعيش قصه حب، او واحده كبرت في دماغها تعيش قصه، فعماله تدور بتتلكك، او هو بيتلكك فبتقول لك ده انا بحب او بتحب. لا، انت اللي بتدور، فهذا ليس بحب. كثير مما نجح حتى من العلاقات اللي نجحت ما كانتش ماشيه مظبوط، كتير منها الزواج بتاعها لم يكن زواج ناجح لان العاطفه الشديده قوي لغت التفكير، فالناس قبلوا بعض وكملوا مع بعض وهم مغطيين على عيوب بعض فما اكتشفوهاش الا لما بدات العاطفه تقل والعقل يظهر. كتير ما بيشعروش بالسعاده لما بتحصل لهم خطوبه او زواج، لان هم على طول انهم عمالين يتنقلوا من حب الى حب من ده الى ده، لانهم بيبداوا دايما يقارنوا. للاسف على فكره الشخص اللي بيسيبك او بتسيبه بيبقى سيء جدا، بس لما بترتبط بحد غيره بعدها ويبدا غيره ده يضايقك ما تشوفش في الاولاني غير السيء غير الحلو بس. سبحان الله، يعني انت سبته عشان وحش، لكن لما حصل انك ارتبطت او ارتبطت بحد تاني تبداي تفتكري في الاولاني الحلو بس، وكانه هو كان ملك نازل من السماء رغم ان انتوا سبتوا بعض عشان وحش. وبالتالي بيبدا الواحد مش سعيد لما يحصل له خطوبه بقى او زواج حقيقي، لان هو عمال يعمل مقارنات، فهو مش سعيد بهذه المقارنات. عندي ناس ما عندهمش مانع بعد الزواج او غيره انهم يتلقوا عبارات الحب والاعجاب، لانهم اتعودوا ان حياتهم كلها بيحصل ده، فمش قادرين يفصلوا فتره عن فتره. عارف ناس كتير فقدوا احترامهم لنفسهم، عارف ناس كتير عاشوا في خوف وترقب احسن يتكشفوا، عارف ناس كتير خسروا اصدقائهم بسبب موضوعات الحب والاعجاب، وهو بيحب اللي انا بحبها وهي بتحب اللي انا بحبه وفي الاخر يخسروا بعض، عارف ناس كتير بيشعروا بالخجل وان هم مش اهل لثقه المحيطين بيهم، عارف ناس كتير بيشعروا بغضب ربنا عليهم بسبب ده، عارف ناس كتير ما بيحسوش بطعم العباده او حتى بداوا يتوقفوا عن العباده. التجربة الحب اللي بيمروا بيها إما أشعرتهم بالخجل من أنفسهم والشيطان ضحك عليهم ووقفهم عن العبادة، أو مستمرين دون أن يشعروا بطعم للعبادة. عارف وعارف وعارف، عارف كل ده، فزي ما عارف قد إيه الشوق واللهفة لخوض هذه التجربة، عارف قد إيه كتير من الحياة ومن النجاح ومن احترام الإنسان لنفسه واحترام الآخرين ليه بيضيع نتيجة إن إحنا نخوض تجارب حب في غير وقتها وفي غير طريقها الصحيح. أنا كل ده مش مركز على الحلال والحرام على فكرة، أنا مركز على تجارب واقعية. شفت قد إيه فشل حصل فشل في الحياة حصل بسبب الاندماج في هذه الحكايات، قد إيه إهانات تعرضت لها فتيات بسبب هذه الحكايات، قد إيه صدمات حصلت بسبب هذه الحكايات، قد إيه ناس خسروا أنفسهم وخسروا احترام الناس ليهم وخسروا رضا ربهم عليهم بسبب ده، قد إيه ناس حاسين بتأنيب الضمير بسبب ده. فزي ما أنا عارف ده ومقدره، أنا شايف ده ونفسي تقدروا يا جماعة. الحب أجمل إحساس في الكون ممكن الإنسان يحس بيه. مفيش، إحنا اتخلقنا عشان نحب ونتحب، جزء من حياتنا أن نحب ونحب، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هذا الحب في الطريق الصحيح له، في الوقت الصحيح وبالظروف الصحيحة وبالطريق الصحيح، وإلا هتكون نهايته مؤكد صدمة شديدة جدا جدا جدا. طيب خلونا نقول حاجة مهمة جدا، إيه الأسباب؟ يعني ليه كتير قوي بيخوضوا تجارب حب لا وقتها ولا زمانها ولا ظروفها ولا ليها مستقبل ولا أي حاجة خالص؟ ليه؟ أولا خليني أقول إن أنا بقول تجارب حب دي يعني مجازا، لأن أنا زي ما قلت معظمها بيكون وهمي، لأن معظمها إحنا اللي بنسعى عليه. واحدة عايزة تعيش تجربة، فمجرد نسمع كلمة من واحد تقوم عايشة تجربة حب، واحد عايز يبان دون جوان وهو اللي معلق البنات وعارف البنات فيعيش التجربة، واحد عايز يسمع كلمتين وهي تسمع كلمتين فيعيشوا التجربة، واحدة رايحة تقابل واحد صاحبها فتقول لصاحبتها تعالي معايا عشان هو جايب واحد صاحبه فيحبه، وده حب؟ يعني حب إيه ده؟ يعني هي واحدة رايحة تقابل واحد، فهو جايب واحد صاحبه معاه وهي تاخد واحدة صاحبتها معاه، الاتنين التانيين حبوا بعض، يا سلام؟ يعني هم رايحين عشان يحبوا بعض، يعني تخيلوا هم مش حبوا بعض، هم رايحين علشان يحبوا بعض، وفرق كبير قوي بين الاثنين. واحده صاحبتها تضغط عليها وتقول اصل واحد بيقول عليكي كلام كويس ما تكلميه ما تسمعي منه، بقت ايه ده يعني ايه قصص الحب دي؟ هو ده حب؟ يعني ده خلاص حب؟ يعني هل اهين المعنى لهذه الدرجه ان هو يبقى ده الحب؟ فانا بقول كلمه تجارب حب دي يعني كلمة يعني كده هو جزافا، لكنها معظمها ليست تجارب حب أصلا،
هي ناس بتدور على إحساس، بتدور على معنى، مفتقدة حاجة فبتدور عليها، فبتعيش في الوهم ده فبتصدقه، فخلاص عاشته كأنه حقيقة، لكن بمجرد نهايته بتكتشف أنه لم يكن حقيقة. طب إيه الأسباب؟ أول سبب، وده الحقيقة سبب مهم جدا جدا جدا، هو الاختيار والقرار المسبق. يعني إيه؟ يعني في أولاد وبنات هم من هم صغيرين خالص واخدين قرار إن في مرحلة معينة لازم إن هم يحبوا خلاص، يعني هم معتبرين ده جزء أساسي من الحياة. إزاي هو يوصل للسن ده وما يحبش؟ قلت لحضراتكم قبل كده إن مرة واحدة عندها 15 سنة بعتت لي رسالة بتسألني هي طبيعية ولا مش طبيعية. تخيلوا سبب السؤال إيه؟ من هي ما حبتش لحد دلوقتي، يعني وصلت 15 سنة من غير ما تحب، فهل هي طبيعية ولا مش طبيعية؟ هي دي الأزمة، لأن خلاص هي مفترضة من خلال الثقافة المحيطة بيها أني لازم في السن ده تكون حبت، وتحبت وقال تبقى مصيبة. يعني إيه ده 15 سنة؟ تخيلوا يا جماعة 15 سنة، وصلت 15 سنة وما حبتش لسه ولا مرت بتجربة حب. شوفوا الكارثة. على فكرة أنا مش بسخر من اللي يرسلني، أنا بتكلم على الحالة، لكن أنا وأنا برد على الناس ببقى مقدر تماما ما يرسلون، لكن واحد بنتكلم عن حالة للأسف موجودة. ومش على فكرة مش شخصية واحدة اللي بعد ده أكتر من شخصية، أنا بعبر عن مرحلة مش عن شخص بعينه، أنا بعبر عن حالة مرحلة. لما يجي لي رسالة من واحدة أو أكتر من رسالة لم تتعدى السن فيها 13 سنة 12 سنة وأحيانا 11 سنة، ويتقلي في الرسالة دي واحدة بتقول لي إن هي جربت في الحياة، إنها بدأت تفقد الأمل في حياتها، إنها جربت كل حاجة وما لقيتلهاش فايدة، جربت الصداقة، جربت الحب، جربت كل حاجة وما حسيتش بالسعادة برضو. تخيلوا ما واحدة 11-12 سنة وجربت الحب والصداقة وما وصلتش لحاجة. تخيلوا يعني واحدة ثالثة في نفس المرحلة السنية تقول إن هي وصلت لقناعة إن هي حست إنها خلاص إنها مش هتقابل شاب أمين في حياتها خلاص. يا سلام، يعني إيه ال 12 سنة مرت بتجارب توصلها القناعة إن مفيش شاب أمين؟ يعني ده مش يعني القضايا، شوفوا يعني تخيلوها أنتوا، يعني واحد عندها 12 سنة تقول لك أنا ما بدأت خلاص أفقد الثقة إن أنا ممكن ألاقي شاب أمين في هذه الحياة، يعني وكأن خلاص العمر جري بيها وحياتها انتهت وخلاص مش هتلاقي شاب. يا جماعة ده 12 سنة، يعني احنا بنتكلم في ايه؟ يعني امر فعلا عجيب جدا. فللاسف احد الاسباب الناس واخده قرار واختيار مسبق ان احنا في المرحله دي لازم نحب خلاص، فبالتالي بيدوروا على انهم يحبوا باي شكل وباي صوره، وبالتالي بيستجيبوا بسهوله لاي كلمه تقال، سواء بقى كانت حب، خداع، دلع، ايا كانت، هم بيستجيبوا لانهم واخدين قرار انهم يعيشوا هذه التجربه. اتنين، التقليد. واحده كل زميلاتها بيحبوا، ولا واحد كل اصحابه عمالين يحكوا على تجارب حب، هو يعني هيبقى الخايب اللي في وسطهم اللي ما بيحبش؟ لا بحب، يا سلام، يلا دور له على اي واحده هنا ولا هنا، ولا هم يرشحوا له ولا هم يقولوا له وخلاص كمان بقى بيحب. فالتقليد، وده عنصر اساسي جدا، التقليد. الاستجابه لضغوط الاقران المحيطين بيك، هي على فكره احيانا في البنات وفي الولاد لما الناس يكونوا بيعملوا حاجه وهم حاسين انها مش سليمه قوي يحبوا ان هم يخلوا غيرهم يعملها عشان يبقى كلهم في الهم سواء. فالاستجابه لضغوط الاقران ده ممكن يكون بالكلام او بالسخريه، يعني ايه انت ازاي لحد دلوقتي ما حبيتيش؟ ازاي وانت ازاي لحد دلوقتي ما حبيتش؟ لا الحق نفسك، ده انت بتضيع، ده انت خلاص يا ابني بقيت 11 سنه 12 سنه، يعني خلاص العمر بيعدي، هتفضل لحد امتى كده؟ فيبدا من الحكايات اللي بيسمعها، من كلامهم، من ضغطهم عليه، يبدا الولد او البنت يستجيب لضغوطهم ويعمل علاقه او تعمل علاقه وتسميها، هي تسميها كده علاقه حب. ضعف الشخصية، شخصية ضعيفة مش قادرة تعتز بإن هي بتعمل الصح، فبالتالي بتعمل اللي الناس بيعملوا خلاص، بيسموها القطيع المندفع، الناس كلها مندفعة في اتجاه معين، يلا أنا وراهم أنا كمان. ضعف الشخصية، الفراغ الفكري والوقتي والعاطفي، الدماغ فاضية ما فيهاش حاجة، لا في ثقافة ولا في علم ولا في قراية ولا في تعلم شيء، دماغ فاضي، والقلب فاضي، لا متصل بالله ولا ليه علاقات اجتماعية كويسة بالمحيطين بيه فبيقدر ينافس عن عواطف الحب اللي موجودة جواه، ولا العلاقة بأهله كويسة فبينافس عن العواطف دي، وفراغ في الوقت فاضي ما بيعملش حاجة مفيدة، لا رياضة ولا ولا ولا. فبالتالي الفراغ دوت من أكبر العوامل. طب ما أحب، طب ما أنا فاضي هقعد فاضي، يعني ما أعمل إيه أنا فاضي كده، أعمل إيه أحب خلاص. فالفراغ الوقتي والفكري والعاطفي أحد الأسباب. الحال الإعلامي، ما نقدرش نوع في الضغط الإعلامي اللي بيحصل، وإن الآباء والأمهات سايبين الأولاد يتفرجوا على كل حاجة وأي حاجة، من إن اللحاح الإعلامي دوت بيؤدي إنه عايز يعيش التجربة، عمال يسمع كلام أغاني بيعيش نفسه هو صاحب الكلمات دي، وفلانة صاحبة بيعيش هذا الجو. الرغبة في متعة الحب،
واعتبارها اعلى المتعه. هو مش شايف متعه تانية للاسف، ما جربش متعه تانية جميله في الحياه زي متعه النجاح، متعه الصله بالله، متعه خدمه الاخرين، متعه كذا كذا كذا، ما جربش المتعه دي، فهو متخيل ان ما فيش متعه في الحياه غير متعه الحب، فهو عايز يمر بتجربه حب عشان هذه المتعه. الرغبه في التفاخر، ودي احيانا بين الشباب والبنات، الشاب عايز يتفاخر انه يتكلم دي، وعلى فكره لازم البنات يدركوا ده يا جماعه، كثير من الشباب يتعامل مع اكثر من شخصيه في نفس الوقت. الرغبه في التفاخر، الغرور، البنت عايزة تثبت ان هي المحبوبة وهي المرغوبة وكله بيدور عليه، والولد عايز يثبت ان هو قد ايه بيعرف بنات، وعلى فكرة بيقعدوا يفرجوا بعض على الموبايل، عنده كام بنت متسجلين على الموبايل، يعني هي فاكرة الواحدة نفسها يعني هي مفيش على الموبايل غير اسمها، وهي اللي شغل عليه حياته، وهو اساسا عمال يفرج اسمها وغيرها 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 في الموبايل بتاعه. غياب الرؤية السليمة وغياب العقل، مفيش تفكير، ما بنفكرش، طب انا رايحة فين؟ انا جاية منين؟ انا عايشة التجربة دي ليه؟ نتائج التجربة دي ايه؟ خداع الذات، كل واحد عمال يخدع نفسه، لا انا تجربتي هتكمل. نقول لهم يا جماعه 99 نسبه كبيره جدا جدا من التجارب بتفشل، كل الناس شايفين نفسهم النص في المية اللي بينجح، كل الناس، انا مش عارف 99.5 اللي بيجوا منين، كل الناس هم النص في المية. تبقى الحاجه واضحه، ان ممكن يبقى واضح ان الشخص ده ما بيحبكيش وبيضحك عليك، لا 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 ابدا، ده مش عارف ايه، وفي الاخر تكتشف ان صدق الكلام اللي كان بيتقال لها، إيه احنا تجربتنا هي اللي هتنجح، لا ده هو غير كل الناس، هو غير كل الشباب، غير كل الشباب، انا مش عارف مين الشباب الوحش، كل الشباب غير كل الشباب. بعد ما تاخد الالم المحترم، معلش في اللفظ يعني، تبدا تكتشف ان هو كان وكان وكان. السذاجه، والله السذاجه، والله في بنات بيصدقوا كلام ما يصدقوش عيل صغير عنده عقل، سذاجه، اي كلام تصدقه خاصه انها عايزه تصدق، ما احنا قلنا من الاول هي واخده قرار واختيار مسبق، فبتصدق اي حاجه توصلها للقرار ده. توفير مقدماته ولو بحسن نيه، ولو الاختلاط الكتير قوي، الشات، الهاتف، التفاعل المبالغ فيه، حتى لو ده بحسن نيه في البدايه، اصل احنا دخلنا على موقع حلو وكنا بنتكلم كلام محترم، وبعدين قال انا عايز اسالك سؤال، بعت لي سؤال على الخاص، بدانا نتحرك. فالمقدمات اللي موجوده، توفير المقدمات ولو بحسن نيه، مقدمات زي الشات، زي الهاتف، زي التفاعل المبالغ فيه. عدم الرغبه في الاستماع لصوت العقل، في ناس والله يا جماعه بالفعل دي حقيقه بقى، يعني متخيلين، اقول لك مثلا واحد مثلا يتصل يتكلم، او واحده تتصل تتكلم في مشكله عاطفيه، او تبعت رساله، فترد برد العقل، والله مع تقدير العواطف والمشاعر وكل حاجة، أبص ألاقي لا أنت ما حلتليش مشكلتي، أنت كده ما حلتليش مشكلتي، نرد رد تاني كده ما حلتليش مشكلتي. أنا أحيانا بتخيل يعني إن اللي بيبعتولي رسائل أو بيتصلوا بيا يكلموني عن قصة حب، محتاجين مني أعمل إيه مثلا؟ تخيلتها كده، ممكن يحتاجوا مني أعمل إيه؟ أقول لكم أعمل إيه؟ أسبسب شعر الأول كده شوية، ولا أنزله، ولا أعمل في أي حاجة، وسبل الحب، أجمل كلمة في الدنيا، الحب أجمل إحساس ممكن نعيشه في الحياة. ومعانا اتصال، أهلا ريهام. ريهام تسألني على إن هي بتحب واحد وهو ما يعرفش. ريهام، حاولتي تصرحيه؟ حاولتي تلفتي نظره؟ ريهام ما تتكسفيش، أنت بتحبي ريهام، واللي يحب ما يتكسفش. انا مطلوب مني اعيش الدور ده، انا مطلوب مني لما واحده تتصل بيا ولا واحد يتصل بيا يقول لي ان انا بحب، مطلوب مني ان انا اعيش الدور ده معاه عشان يبقى رد كويس بالنسبه له. والا انت ما حلتليش مشكلتي، ما حلتليش مشكلتي، معلش ارجع شعري زي ما كان بقى، معلش اسف، ما حلتليش مشكلتي، ما حلتليش مشكلتي، لا، لابد ان نسمع لصوت العقل. ضعف الالتزام الديني ولا شك، اي غياب ضعف الالتزام الديني بيؤدي في النهايه ان انا ما عنديش ضابط يحكم لي تصرفاتي ايه الصح وايه الغلط. طيب سريعا بقى العلاج، لو احنا حسينا بالفعل ان الامر، عشان انا ما اخدش تجربه زي دي فاشله، اعمل ايه الحل، او عشان نبقى مسيطر على حياتي، اولا على مستوى الفكر نفكر فيه، هل نفكر في ان احنا نخوض تجربه حب؟ لا، فكر في رضا ربك، فكر في رضا اهلك، وان تكون على قدر الثقه التي يمنحوها لك والتي يمنحوها لك. فكري في رضا اهلك، فكري في رضا اهلك، فكري في احترامك لنفسك، فكري في احترام اهلك ليكي، فكري في احترام الاخرين ليكي، فكري في راحه قلبك، فكري في رفع راسك، ان رفع راسك لفوق، وما انتش بتعملي حاجه غلط، محتاج اصل فلانه عرفت فهتقول لي فلانه، اصل هتقول للبابا، اصل هتقول للماما، اصل لا 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 لا، ما حدش في عندي حاجه، انا رافع راسي لفوق، انا راسي مش هنزلها الارض ابدا، انا رافع راسي لفوق. فكري في رضا ربك، فكر في رضا ربك، فكري في رضا اهلك، في احترامك لنفسك، في احترام اهلك ليكي، في احترام الناس ليكي، في رفع راسك، فكري في قوه شخصيتك وعلو همتك، انا هعمل الصح، ما يعملوا الناس دول ما يعملوا اللي هم عايزينه، انا هفكر في قوه شخصيتي وعلو همتي، انا هفكر في تركيز جهدي وانجاح حياتي، انا لازم انجح حياتي دي،
فلازم انا مش هشتت نفسي ب 100,000 موضوع 100,000 حكايه وبعدين في الاخر الاقي العمر بيمر بيا لحققت اي نجاح ولا اي نتيجه ولا شرفت نفسي ولا شرفت اهلي. لا، انا هركز في هركز جهدي وهركز في انجاح حياتي. انا هفكر في زوجي يكون ليا كل شيء وكل كل شيء لما يجي الوقت المناسب. انا هفكر في زوجه تكون لي كل شيء وكلها كل شيء لما يجي الوقت المناسب. انا هفكر في كده، ده تفكيري، مش عمال افكر امتى هحب وامتى هتحب. لا، انا ده تفكيري على مستوى القرار، لا لفتح هذا الباب الا في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. انا مش هفتح الباب ده الا في الوقت المناسب والشكل المناسب. لن اشتري لحظات سعاده قد تعقبها ساعات ندم، مش هشتري لحظات سعاده مؤقته قد تعقبها ساعات ندم. ساجعل رضا ربي ورضا اهلي ورضا نفسي فوق هوى نفسي. اعلم ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اعلم ان الله اذا اعطى ادهش، وانا انتظر ان يدهشني الله بعطائه. خلاص، دي قراراتي ودي افكاري اللي انا بتحرك بيها. على مستوى الفعل، الاعتزاز بما انت عليه حتى لو خالفك الجميع. كل اصحابك بيحبوا او بيقولوا انهم بيحبوا، هم حرين، انا هعمل الصح. كل اصحابك عايشين تجارب، انا هرفع راسي، هعتز بما افعل، مش همشي في وسطهم مكسوفه ولا احاول ابرر موقفي. بتبرري ايه ولا بتبرر ايه؟ ارفع راسك كده، اعتز بما تفعل، انت تفعل الصواب، تفعل الصح، فارفع راسك. الاعتزاز بما انت عليه حتى لو خالفك الجميع. عدم الاستجابة للضغوط، يضغطوا أصحابك، يضغطوا صحباتك، عدم الاستجابة للضغوط. شغل الوقت ومقاومة الفراغ، لازم أشغل معظم وقتي وقاوم الفراغ. إيقاف المقدمات، شات بقى، هاتف، موقع هادف، موقع مش عارف إيه، إيقاف المقدمات. تقوية الصلة بالله قلبا وجوارحا، مش بس عمل الجارحة، إن أنا بصلي وأقرأ. حاول تعيش، حاول تعيش مع ما تقرأ من آيات، حاول تقرأ كتير، حاول في الرقائق، الكتب التي ترقق القلب، في الأخلاقيات، في الصلة بالله، في محبة الله ورسول الله. قوي هذه الصلة هتساعدك كتير. الاهتمام بالعمل، العمل اللي انت بتعمله، بتدرس، بتدرسي، بتشتغل، بتشتغلي، الاهتمام، حد جهد كبير بالاهتمام. الصحبة الصالحة، أحسن وأحسني اختيار الأصحاب اللي ما يجركوش لورا، أو على الأقل اللي انت تقدري تقاومهم ما يجركوش لورا. مقاومة المقدمات اللي هي زي الأفلام و الحاجات اللي بتحس إن أنا برجع لورا دي، مفيش داعي إن أنا أدخل نفسي تجارب أنا مش قدها. السمت الذي يرفض، يعني إيه السمت الذي يرفض؟ يعني لازم يعرف إن مفيش فايدة منك. شكلك معتز بنفسك، معتز بقرارك، معتز باللي أنت بتفعله، كلامك محدد وواضح، لا ده مش وقت تجربة زي دي، أنا منتظر الوقت المناسب للتجربة دي، أنا هعمل إيه دلوقتي بالموضوع ده؟ أنا عندي 12 سنة ولا 13 سنة، هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هنتظر الوقت المناسب، وإن شاء الله في الوقت المناسب ربنا يقدر لي الخير. أنا عندي حاليا ما هو أهم، دراستي وحياتي وثقافتي ورؤيتي وأهدافي في الحياة، وإن أنا يبقى لي دور في الحياة، كل الحاجات دي موجودة عندي أهم من الموضوع دوت حاليا. توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية، أعمل علاقات كتير، أعوض عاطفة الحب اللي جوايا، أفرغها مع أهلي، مع أصحابي، مع في الأعمال الخيرية، في الأعمال الخدمية، في الأعمال المجتمعية. أوسع دائرة العلاقات الاجتماعية بالنسبة لي. عدم الخضوع بالقول أو بالحركة، يعني وأنت بتتكلم مع واحدة أو أنت بتتكلمي مع واحد، بلاش إيه الدلع اللي ممكن في النهاية يؤدي إنه يتحول الأمر. تنويع الاهتمامات، همارس رياضة، هعمل كذا وكذا وكذا، حدد، هقرأ، هيبقى عندي وقت للقراية، وقت لممارسة الرياضة، وقت الكذا وكذا وكذا، هيبقى عندي اهتمامات كتير قوي عشان ما بقاش فاضي من جوه ودماغي فاضية، فيلا بقى أفكر في الموضوع ده. لا لتصديق أي كلام، ودي للبنات تحديدا، مش هصدق أي كلام يتقال، وحتى لو الكلام صادق ومش في وقته لن أعيره اهتماما، هركنه على جنب. يعني أصلح لا 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 لا، ده أصل الكلام ده صادق يا ستي، ماشي، هفترض إن الكلام صادق لكنه في غير وقته، خلاص مش وقته، انتهى الأمر. لا لاختلاق أي مبررات، ودي نقطة بقى غريبة جدا. واحد يقول لك اصل انا يعني انا مش حكايه بقى حب وغيره، اصل هو محتاجني، اصل انا عندي امل ان انا اهديه. تهديه ايه ومحتاجك ايه؟ انت لا مطلوب منك تهديه، يا ستي اهدي البنات اللي حواليك. يعني لو انت ربنا مديك القدره الخارقه كده على الهدايه، بلاش يعني لراجل يعني ولا لشاب، خليها للبنات اللي حواليكي. اصله محتاجني، محتاجك في ايه؟ هو اشتغلك وانت صدقتي وانا محتاجك ولا حاجه، هو اشتغلك بس اشتغلك صح، يعني الحقيقه هو اشتغلك صح، هو لا محتاجك ولا غيره، ولا بيدور على هدايا ولا غيره. فيا جماعه بلاش نخترق مبررات ملهاش داعي. تحكيم العقل والنظر للمستقبل، يعني سؤال وماذا بعد؟ وبعدين ماشي، هو بيحبني وانا بحبه، ما افترض كده، وبعدين لا في زواج ولا ولا ولا، وبعدين هنقعد بقى كده نفرج الناس علينا ونهين نفسنا ونهين اهالينا وخلاص؟ لا، لابد ان احنا من اللحظه الوقوف من البدايات، يعني ما سيبش الموضوع يجري لجوه. كل ما الموضوع جري لجوه كل ما يقفه بقى صعب. من البدايه اوقفه، في نظره معينه، في كلام معين، في حركه معينه، من البدايه اوقفه الأمر ده، أوقفه مباشرة. الاستجابة لنداء العقل، أسأل حد خبرة، أسأله والله، احكي له المانع. جميل قوي يا جماعة إن احنا نلاقي اللي نحكي له ونقول له، بالعكس دي جرأة جميلة.
ولازم نلاقي اللي يسمعنا. فلما نلاقي اللي يسمعنا نحكي له ونقول له، بس في نفس الوقت يبقى عندنا استعداد نسمع منه ونفكر معاه، مش بنقوله بس عشان نعرفه او عشان هو يقرنا على ما نفعل، لا احنا بنقول له وبناخد رايه بس عشان نوصل للصح. ايه سؤال هطرحه؟ طيب حد بيحب فعلا بقى، او واحده شايفه انها بتحب واندمجت وعايزه تتخلص من هذه العلاقه، او عايز يتخلص من هذه العلاقه، يعمل ايه؟ نفس اللي احنا قلناه اللي فات هيتعمل، لكن هنضيف له حاجة كمان مهمة جدا، قطع العلائق كلها. يعني لو معاه رقم الموبايل أو معاكي رقم موبايل غيروا أرقام الموبايلات، غيروا الأكاونت اللي على الفيس. يعني بمعنى أدق كل العلائق لازم تتقطع. اتنين، القوة والحسم في إظهار القرار. أنا هعرفه وعرف غيره إن لأ خلاص أنا عندي حسم إن أنا مش هخوض تجربة إلا إذا كان مستقبلها ونهايتها معلوم. القوة والحسم في إظهار القرار للجميع. عدم الاستجابة لضغوط وإلحاح الطرف الآخر. الطرف الاخر هيستمر في الضغط والالحاح، لا اعتز بما انت فيه وارفع راسك وما تستجبش للضغوط والالحاح. الاعتزاز بما تفعل، يا ده انا بعمل حاجه حلوه قوي، ده واحد ناقص انا حاسس اني مش قادر وتعبان، لا 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 لا، اعتز بما تفعل. في صعوبه؟ في صعوبه، دي مشاعر، في صعوبه ما فيش شك، وانا اتمنى ان كل اللي جواه مشاعر تجاه حد ربنا ييسر لهم ان يكون مستقبلهم مع بعض بالفعل صادقا، لكن في نفس الوقت اعتز بما تفعل. انا مش هينفع ده دلوقتي، فانا هعتز بما افعل. اللجوء الى الله، الدعاء كتير، الدعاء كتير قوي 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 ان ربنا يثبت وربنا ينصر. شغل الوقت بما يفيد، لابد ان احنا في الحاله دي نشغل وقتنا بما يفيد. طول الوقت مشغول، بمارس رياضه، بلعب، بقرايه، دورات، مذاكره، حركه، لابد ان انا اشغل وقتي بما يفيد مع نفس اللي احنا قلناه في الاول، تغيير الافكار والقناعات، القرارات، اتخاذ قرارات، عدم الاستجابه للضغوط، الاعتزاز بما انت عليه حتى لو خالفك الجميع، شغل الوقت ومقاومه الفراغ، إيقاف المقدمات من شات أو غيره، تقوية الصلة بالله قلبا وجوارحا، تعميق محبة الله ورسوله في القلب، الاهتمام بالعمل، توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية، عدم الخضوع بالقول أو بالحركة، تنويع الاهتمامات والأنشطة، لا لتصديق أي كلام، لا لاختلاق أي مبررات، الاستمرار في تحكيم العقل والاعتزاز، الاعتزاز، الاعتزاز بما تفعل أو بما تفعلي. الأمر خطير يا جماعة فعلا، وانا مش مركز بس على فكره حلال وحرام، دي قضيه كتير يعرف رايي فيها وكتير ممكن يسال عليها، لكن انا حتى لما ببص على الحياه بلاقي صدمات كتير جدا 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 بتحصل، بلاقي زيجات وخطوبات ما بتنجحش نتيجه الانشغال باطراف اخرى، بلاقي فشل علاقات زوجيه لان الناس اتعودوا يحكوا حكايات ويعملوا موضوعات، بلاقي ناس شخصيتهم ضعيفه نتيجه انهم ضعاف قدام بلاقي ناس بتعاني من فشل لانها عاشت طول حياتها مركزه في هذه الجوانب فقط، بلاقي ناس فقدوا ثقتهم في نفسهم لانهم ما قدروش ياخدوا القرار الصح في الوقت الصح، بلاقي ناس بيخسروا اهلهم نتيجه تجارب من هذا النوع، بلاقي وبلاقي وبلاقي حاجات كتير قوي 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 حتى في الدنيا نفسها، زي ما هي كمان بتؤدي في كثير من الاحيان الى غضب المولى سبحانه وتعالى. طيب حتى لو حد المشاعر اتحركت، المشاعر احنا لا نحاسب عليها، لكن لا تحول المشاعر ابدا الى عمل، واعلم ان كثير من الملتزمين والملتزمات بدأوا بمشاعر بسيطة جدا لكنها مع الوقت تطورت إلى ما لا تتخيلوه، بل تطورت إلى أن هم ممكن يكونوا توقفوا عن الصلاة وعن حتى مش بس الخطأ في نفس هذا الموضوع، لكن حتى في حياتهم التانية توقفوا عن الصلاة وعن 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 كل حاجة، وخسروا حاجات كتير جدا جدا في حياتهم. فحتى كل الناس لابد أن تنتبه لهذا الأمر. دي القضية اللي بنطرحها النهاردة، القضية لم تنتهي، هنطلع فاصل بعد قليل، لكن أنا أريد أن أوضح أن القضية لم تنتهي، لسه هنتكلم عن الملتزمين والملتزمات والحب. هم مش في حل، طب تعملي ايه لو واحده صاحبتك او واحد صاحبك انت ملتزم وهو بيمر بتجربه زي دي، تصرف معاه ازاي؟ هل تسيبه ولا تكمل معاه؟ هل تدي له نصايح ولا ما تديلوش؟ دي نقطه هنتكلم فيها. الاباء والامهات يعملوا ايه عشان اولادهم ما يمروش بتجارب من هذا النوع الفاشل، ما يمروش بتجارب فاشله؟ طيب يعملوا ايه لو هم بيمروا بتجارب بالفعل؟ طيب يعملوا ايه؟ عندنا حاجات كتير قوي قوي محتاجين نتكلم عنها، ان شاء الله هنتكلم عنها في الحلقات القادمه، وهنتكلم عن حب الاباء، حب الابناء، حب الله، حب رسول، كل انواع الحب هنتكلم عنها، لكن اتمنى ان يكون اللي احنا قلناه النهارده افاد حضراتكم، وان شاء الله بعد الفاصل هنبدا نتلقى اتصالاتكم سواء حوالين هذا الموضوع او غيره، ان شاء الله نطلع فاصل قصير ثم نعود، ابداوا اتصلوا بينا في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم، فانتظرونا. والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شروني يحفظرا عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شروني يحفظنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم
وفقرتنا الأخيرة في حلقة النهاردة الفقرة اللي نستقبل فيها اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، آرائكم، أي تساؤلات سواء حول هذا الموضوع أو مشاركات حوالي موضوع النهاردة، موضوع الحب. أي مشاركات حواليه، أي أسئلة حواليه، أو أي أسئلة ومشاركات في جانب آخر، بنستفيد إن شاء الله من مشاركات حضراتكم. في البداية الحقيقة أنا في سؤالين عشان نقفل الجزء اللي بدأناه. إحنا اتفقنا أن الموضوع كبير قوي وهنتكلم عن حب الآباء للأبناء وحب الأبناء للآباء واحتياج الآباء والأمهات للحب، الأجداد والجدات واحتياجهم للحب وإزاي نديهم الحب هنتكلم عنه، دور الآباء والأبناء تجاه أبنائهم في مثل هذه الموضوعات وإزاي يتعاملوا معها هنتكلم عنه، حب الناس كلها للحب، إزاي تبقى شخصية محبوبة بين الآخرين، إزاي تفرغ الفراغ العاطفي اللي عندك ده في حياتك ككل، كل دي موضوعات هنتكلم فيها. لكن أنا في سؤالين عايز أكمل إجابتهم عشان هم متصلين باللي اتكلمنا فيه النهاردة. السؤال الأول، الملتزمون والملتزمات، يعني احنا ناس ملتزمه مثلا، واحد ملتزم او واحده ملتزمه وليهم اصدقاء بيمروا بهذه او ليهم معارف او اصحاب بيمروا بهذه التجارب، يعملوا ايه؟ في اكتر من نقطه مهمين جدا محتاجينهم قلهم. اولا اشعروا بهم، يعني حسسوهم انكم حاسين بيهم وبصعوبه اللي هم بيمروا بيه، وان الامر مش سهل انهم يتخلصوا منه او ان هم يسيبوه، هو بالفعل امر مش سهل، فلازم يحسوا ده منكم. ما تجيش على طول بقى خلاص امر ونهي وازاي ومش ازاي، هم مش هيستجيبوا ده بالطريقه دي، هم مش هيستجيبوا. طيب هنستكمل ان شاء الله نعمل ايه، لكن بعد استقبال هذا الاتصال. مدام رانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بيك حضرتك. الحمد لله، ربنا يجزي حضرتك كل خير عنا يا رب. ربنا يكرمك. انا اتكلم في الموضوع ده عن الموضوع ده شويه، بس هي مشكله عندي، يعني يا ريت تساعدني فيها. اتفضل. ان انا ما عنديش الا بنت وحيده عندها 11 سنه، والدكاتره قال لي يعني انا ضعيف ان انا انجب تاني. ان هي ايه؟ كنت متاثره نفسيا بالموضوع ده ان هي وحيده، يعني مالهاش حد، وانا كمان برضو. واحيانا بعض الناس بيحسسوني ان هم افضل مني، عندهم مثلا اولاد اكتر مني او كده، فتقريبا بشبه يعني ايه عزله كده. فالحقيقه المشكله دي مأثره عليا نفسيا في حياتي كلها، يعني يا ريت تنصحني اعمل ايه وبنتي برضو. وجزاك الله خير. الله يجزاك. هو رقم واحد حضرتك الرضا، يعني خلاص هو ده قدر ربنا، وفي غيرك ربنا ما ادهمش خالص. يعني اذا كان حضرتك ربنا من عليكي بفتاه ببنت وما شاء الله وصلت لهذا السن، فغيرك ربنا ما ادهمش خالص. فمبدئيا الرضا، حضرتك لابد يبقى عندك احساس الرضا وانك افضل من كثيرين، ده رقم واحد. رقم الاثنين، مع الرضا ارفعي راسك مهما يقولوا هم الناس دول، ما عندهمش لا يعني مهارات تواصل ولا عندهم ذوق في التعامل ولا اي حاجه خالص. ممكن واحد يكون عنده 4 اولاد او 5 اولاد او 10 اولاد وكلهم حالهم ما يعلم بلا ربنا، ايه الفرحه اللي بيهم يعني؟ يعني ممكن واحدة بس اللي هي بنتك دي تكون أفضل من 100,000 واحد و100,000 ولد كمان، مش بنات أولاد على بنات، هي ممكن تكون أفضل منهم كلهم. فحضرتك انسي كل اللي بيتقال وارضي بقدر ربنا وارفعي راسك كده ولا تهتمي بهذا الأمر على الإطلاق. قلقك انت أو إحساسك انت بالنقص هو اللي مأثر على نفسيتك ونفسيتها. اديها إحساس إن هي مش ناقصة حاجة، ودي حضرتك الإحساس إن انت مش ناقصة حاجة. ابدأي علاقاتك مع العائلة تكون علاقات وطيدة، انها تحس ان في ناس بتتكلم معاهم وبتحكي معاهم. يعني حاولي تختاري ليها مجموعة من الصاحبات الطيبات وتدمجيهم معاها وتندمجي معاهم فيها. لكن المهم اهم ما في هذا الامر ان حضرتك ما فيش عيب، انت حضرتك مش بتعاني من مشكله ولا هي بتعاني من مشكله، ولا ده خطا فيكي ولا خطا فيها، فخلاص حضرتك ارفعي راسك وثقي بنفسك وثقي بربك وارضي بما قدر الله لك، واقنعيها بده وخليها هي كمان ما تحسش ان في حاجه ناقصاها. وفي نفس الوقت حضرتك كوني صديقه ليها، حاسه انها مش مفتقده حد. انت مش كان عايزه يبقى لك اخت او اخ؟ انا ووالدك، انا هبقى صديقتك، والدك هيبقى صديقك، احنا عايشين معاكي. ما تحسهاش ان هي ناقصها اي حاجه على الاطلاق، وما تحسيش انت انها ناقص حاجه على الاطلاق، واحسني تربيتها وتكون دي ان شاء الله افضل من 100 واحد ولد على ولاد على بنات، دي تكون افضل منهم ان شاء الله. الحاجه سناء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بيك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هو فيك يا رب. بتناول مواضيع بسم الله ما شاء الله حيه ومن الواقع. ربنا يكرمك. ممكن اقول كلمه؟ اتفضلي. عايزه اقول بفضل الله نبحث عن الحل للمشاكل، ولم نبحث ما الذي ادى الى تلك المشاكل، والمشاكل كلها من أنفسنا ولسبب اتباعنا للهوى وللنفس الأمارة بالسوء وللتخلي عن شرع الله ومنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا يسري على الحب الغير شرعي أو الطلاق أو عقوق الوالدين أو الاختيار السيء للزوج أو الزوجة أو القتل أو الزنا أو أشياء كثيرة أخرى. فوالله كل شيء وأي شيء مهما كان سنسعد به إن كان على مراد الله ورسوله وشرع الله واضح وناصع وملائم للكل. وإن عثر عليك شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا أقصد العلوم الشرعية فقط، بل كل شيء.
ودائما وابدا اقول ما اجمل الكلمه الطيبه الصادقه البناءه والثناء والمدح اذا لزم الامر، وما اجمل تبسمك في وجه اخيك صدقه، وما اجمل الرفق في محله، وما اجمل الموعظه الحسنه، وما اجمل شرع الله بمنهج حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا قلبا سليما صالحا شاكرا منيرا مؤمنا تقيا اذا وجد، فوالله سعدنا وتحملنا كل الصعوبات وكانت بردا وسلاما علينا وعطاء كثير طيب وافر. ومن باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نقلنا تجاربنا للآخرين للاستفادة والإناث والحث على العمل والأمل وإحقاق من الحق. نرجع الحق كله والفضل كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. الأخت صحة من المنيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أنا سعيدة جدا جدا أنا بكلم حضرتك. ربنا يكرمك. لو سمحت، أنا دلوقتي كان ليا صداقة جميلة جدا بس خلاص راحت مع الزمن، لأنهم كان هما مش محترمين وماشيين زي ما أنت قلت حضرتك بيحبوا وكده، ما عرفتش أنا أنصحهم، ما لقيت نفسي إني هروح في طريقهم. فدلوقتي أنا خايفة أصدق أي حد وبس، إزاي أفعل أو أعمل إزاي؟ لا ماشي، السؤال تاني معلش بالراحة كده عشان ما سمعتش الكلام بالتفصيل. دلوقتي حضرتك انا عايزه ابقى ليا صديقه جميله، مش عارفه اختارها لان كل اللي بقابلها الاقيها عامله علاقه، الاقيها مثل كده مش كويس مش محترم، انا متنقبه حضرتك. اه حاضر، بس عايزه صديقه. حاضر، جزاك الله خير. طيب هنرد على السؤال دوت، لكن بعد ما نرد على سؤالنا الاولاني اللي احنا قلنا نكمل معناه، الملتزمون والملتزمات اللي هم بيلاقوا ناس حواليهم بيمروا بمثل هذه التجارب، هنعمل معاهم ايه؟ رقم واحد، لابد أن تشعروهم أن حاسين بيهم وبصعوبة ما هم فيه. رقم اتنين، اشغلوهم بما يفيد، يعني حاولوا دايما تخرجوا معهم، تروحوا مكان، تعملوا حاجة مفيدة، تقروا كتاب مع بعض، يعني حاجة تعملوها حتى بعيدا عن الموضوع ده. يعني هنفترض الموضوع ده احنا بنتكلم عنه من طرف خفي في المرحلة الأولى، لكن بنشغلهم دايما بما يفيد لعلهم يحطمون أصنامهم بأنفسهم بدلا من أن نحطمها لهم. فاشغلوهم بما يفيد، اتكلموا معهم في موضوعات مفيدة، في الحوار الهادئ والتوجيه الهادئ. الحوار الهادئ والكلام بإقناع وفي الوقت المناسب ممكن يجيب نتيجة. الحوار العقلاني الهادئ في وقت مناسب ممكن يجيب نتيجة. أشعرهم بثقتهم في قدرتهم على تخطي المشكلة. احنا عارفين حاسين هتقدروا ان شاء الله، انتم معادنكم طيب وفطرتكم طيبة ان شاء الله هتقدروا، واحنا معاك ايدينا في ايد بعض نشغل بعض ونحرك بعض، فان شاء الله انتم تقدروا تتخطوا هذا الامر. احذروا انتم، لكن قبل احذروا انتم، طب ما استجابوش خالص بقى، ممكن تبدأي ايه تحجمي العلاقة، لكن احذري ان تنزلقي معها او تعجبي بما تفعل. يعني احذري ده، احنا في النهاية بشر وفي قلوب بتتحرك، احذري ده. فاحنا بنسعى للعلاج الاول بطريقة هادئة وحكيمة، وبنديهم الثقة وبنديهم الاحساس بيهم وبنشغلهم بما يفيد في نفس الوقت. هم بقى خلاص بقى هم عايشين ومش عايزين، فممكن نبدأ نعمل نوع من انواع التحجيم في العلاقة. والاهم من ده ان احنا لا نتأثر بهم ونحسن اختيار صديقتنا. في نفس الوقت احذروا انتم، ملتزمون وملتزمات كثر وقعوا في مشكلة من هذا النوع بشكل كبير جدا، احذروا. احذروا البدايات، زي ما قلنا داخلين على موقع هادف فاتكلمنا مع بعض، فبعدين طلب ان هو يبعت لي سؤال مخصوص، يعمل لي مديرة الموقع وهو مدير الموقع، يعمل لي مش عارف ايه اعمله ايه، اصل هو محترم، اصل مشاركاته كلها جميلة، فانا بدأت اعلق له عليها واقول له مشاركاتك جميلة، فهو يقول لي مشاركاتك اجمل لا يعني الحقيقة لا، في حاجات كتير بتحصل. فاحذروا الثقة الزائدة، لا أصلا أنا ما عملش كده أو هو ما يعملش كده، لا احذروا الثقة الزائدة، لأن الثقة الزائدة دي بتوقع بشكل كبير جدا. احذروا التدخل في الخصوصيات بشكل مبالغ فيه، لأن ده يؤدي إلى ضرر. طيب أنا ملتزم أو ملتزمة وبحب، وده مأثر على حياتي ولسه مش قادرة أعمل ده، فده مأثر على عبادتي، فأنا توقفت عن العبادة لأن أنا شايف أن أنا مش أهل للعبادة. احذروا، ده أحد مداخل الشيطان اللي يخسرك كل حاجة. أنت قدامك مشكلة وعيب معين مش قادر تتخلص منه النهاردة وبتحاول، لكن في نفس الوقت احذر أنك تخسر كل حاجة. بتصلي حافظي على صلاتك وزيدي، بتقري اقري بزيادة، اعملي العبادات بزيادة، لأن ده هو اللي هيعينك على مقاومة ده، ده هو اللي هيعين على مقاومة ده، وهيبقى أجره أعلى من ده. فلابد أن احنا ما نوقفش، مش معنى كده بقول بقى كمل في ده براحتك وعيش براحتك، لا أنا بتكلم أن ما يبقاش وجود ده سبب في ترك ده، لا أنا العبادات والصلة بالله خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه. ومعاه بقى بنبدأ
نستمر في عملية المقاومة اللي احنا بنقوم بيها لباقي الأمور، أيا كان بقى، مش الذنب ده لوحده، أيا كان الخطأ اللي بنقوم بيه أو الذنب أيا كان نوعه أو شكله، فاحنا بنقاومه، لكن نحذر من إن الشيطان يضحك لنا، هو أنت بقى اللي بتعمل كذا وكذا وكذا. لا، أنا هستمر في، لن أتخطى الخط الأحمر، هستمر في عباداتي، هستمر في كذا في كذا، بل سأزيد منها، هزود منها وحكتر منها لعلها تجبر هذا الكسر أو تعينني عليه. لكن في نفس الوقت ده ليس معناه أن تتساهل مع الخطأ الذي تقوم به. دول كانوا نقطتين مهمين عشان يكملوا معانا منظومة الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة. الأخت صاحب منير بتتكلم عن صديقة بالبحث، احنا مش هنقدر نقول ان في وسيلة معينة للوصول الى صديقة طيبة، لكن بالبحث، بالبحث ان شاء الله هتوصلي، وبأن تكوني انت للآخرين صديقة رائعة. ان شاء الله اللي بيكون للاخرين صديق او صديقه رائعه بيكون له الاخرين كذلك. وبالتجاوز عن بعض، احنا مشكلتنا ان احنا احيانا في الصداقه الواحده عايزه تبحث عن انسانه كامله، وما فيش هذه الانسان، كل انسان فيه عيوب ايا كان نوعها، فابحثي عن التي عيوبها تتقبليها، اللي انت تتقبلي العيوب اللي موجوده فيها ابحثي عنها، وان شاء الله هتصل ليها وتجديها. وكل ما تواجدتي في اماكن بينتشر فيها، ما بقى المكان بيحكم يا جماعه، انا متواجد في اماكن بينتشر فيها الناس اللي بتتدلع، ما اكيد هتبقى دي النوعيه اللي موجوده. متواجد في اماكن فيها شيء من الجديه وشيء من الوقار، فاكيد هلاقي هنا، فاختاري الاماكن التي ترتديها، ان شاء الله هتجدي هذه النوعيه. النهارده بقى عايزين نكمل مجموعة من الكلمات. الحقيقة الواحد بيبقى حريص دايما فقرة الاتصالات انه يحاول يعيش مع مجموعة من الكلمات اللي بيكون فيها معنى مهم وجميل. الجملة الاولى اللي هنقولها النهاردة، افكارنا الروحية، الافكار الروحية او الاعمال الروحية، سواء كانت افكار او اعمال، افكارنا الروحية تصنع لنا مسرات لا تنتهي. افكارنا الروحية تصنع لنا مسرات لا تنتهي، وأفكارنا المادية تخلق لنا مطالب لا تنتهي وأكثرها لا تتحقق. طيب هنعلق على هذه الجملة، لكن بعد استقبال هذا الاتصال. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. الله يبارك فيك يا دكتور شعب. أهلا بيك، زي حضرتك. حضرتك يا دكتور أشرف شاهين، لأول حاجة بإذن الله نتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا القطار الصعيدي اللي هو قطار أسيوب. نعم. لهم منا خالص العزاء بالنيابة عن محافظة الصعيد كلها، لهم منا إيه خالص العزاء، وربنا يتولاهم برحمته إن شاء الله. نعم أمين. بس في الحالة دي حضرتك بنحب نوجه نداء إلى السيد الرئيس الجمهورية إنه لازم يدي أوامر للقطار اللي هو يوقف في أي مزلقان سكة حديد. اي مزلقان يعدي عليه القطر لابد انه هو يوقف، هو المحافظه كلها بيبقى فيها مزلقان او اثنين ثلاثه بالكثير، حضرتك دول بيهدي فيهم لغايه ما يطلع من المحافظه ويتكل على الله يفرق. مش معقوله يعني اطفال 75 طفل ولا كم طفل ياخذهم 2 كيلو زق قدام القطر، يا هو ايه ده لو قطر بتاعه قدامه ودخل فيها يوقف. نعم. يعني معقوله لسه طالع من اسيوط داخل على القاهره ياخذ الاطفال قدامه 2 كيلو ليه يعني؟ نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقول لحضرتك، كنت قلت لحضرتك على استراحه الجمعه اللي قبل اللي فاتت، لعل الله يكون يوفقك ان شاء الله، ويكون قلت لحضرتك المختصين. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك محمد، الله يكرمك، جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا اخي. معنا امه الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، ربنا يكرمك. والله يا دكتور انا عندي مشكله، يعني والله كنت على علاقه ب يعني بواحد، هو يعني مش علاقه غير شرعيه، يعني هي علاقه غير شرعيه عن طريق كلام في التليفون، يعني كان مكالمه كده، ان انا اتصلت بصاحبتي وهو رد عليا، وهو جوز صاحبتي اصلا ورد عليا وقال لي يعني انت صاحبتها وكده، يعني في عندي مشكله ممكن ان انت تحليها بينا ومش عارفه ايه، ودخلني من المدخل بيا. بس فبعدين صاحبتي دي جارتي على فكره، ويعني وكتير غيرت تليفوناتي علشان بيتصل ياخد منها الارقام ويتصل بيا، وانا مش عايزه اكلمه وما ردش عليه، والاقي نمره على تليفونه ساعات يتصل بيا من نمر غريبه. المهم ان انا قطعت علاقتي بيه خالص يعني، بس دلوقتي لازال ان هو بيراودني كل شويه اتصالات، وانا مش عارفه اعمل ايه، كل شويه اغير رقمي، وطبعا مامتي ساعات صاحبتي تطلب رقمي من مامتي،
ومامتي تديه لها من غير حاجه يعني، طبعا صاحبتي وجارتي بس. فانا مش عارفه احل المشكله دي ازاي يعني، كل ما اجيب رقم مثلا انبه على مامتي يا مامي ما تديهوش لاي حد، صاحبتي اول ما تيجي عندها مثلا او انا اتصل وهي عندها تمسك التليفون وكده. فانا مش عارفه اتصرف في المشكله دي ازاي يعني. حاضر، وجزاك الله خيرا. وموضوع الحلقه موضوع جميل جدا يعني، ودايما حضرتك بتمتعنا بمواضيعك اللي كلها امل وكلها اشراقه وكلها تجديد في الحياه يعني. انا بصراحه يعني مقتنعة بفكرة البرنامج اقتناع يعني، ياريت كل القنوات الدينية أو كل القنوات عامة يعني يعملوا برنامج زي برنامج حضرتك دي. وجزاك الله خير. وجزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم. معنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم. ألو. أيوة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. هذه أول مرة أشارك في برنامج مباشر، إذن لا أريد أن أطيل عليكم. أود أن أقول أنه ليست هناك مشاعر، هذه المشاعر التي في سن المراهقة هي مشاعر زائفة، ليست هناك مشاعر حقيقية، والمشاعر الحقيقية تكون تأتي بعد الزواج الأصلي على سنة الله ورسوله. فأرجو أن لا ينخدع الشباب في هذه المرحلة، وشكرا. شكرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. بالنسبة لأمة الله، الحقيقة لازم تكوني حاسمة مع والدتك في هذا الأمر، أن والدتك لا تعطي الرقم لأحد. رقم اتنين، كوني حاسمة مع صديقتك، مفيش مانع إذا والدتك ما تمتش الحل عرفيها، أقول له بشكل برضو ما يعملش مشكلة كبيرة، ياريت بس أحيانا هو كان بيتصل بي عشان لو في مشكلة أو حاجة ياريت تخليه ما يتصلش بي. الرقم الثالث، لو النقطة الثالثة، خليكي حاسمة معاه تماما، لو سمحت ما تتصلش بيا تاني، أنا مش عايز أتكلم معاك وإلا هبلغ صديقتي دي بهذا الأمر. فعليك خليكي حاسمة مع والدتك رقم واحد، ثم مع صديقتك بشكل ذكي ما تعمليش بيه مشكله كبيره، ثم معه اذا استطاع الوصول اليك. والمهم ان حتى مهما رن ومهما عمل حضرتك لا تستجيبي، واذا رن من رقم ما تعرفهوش ورديتي لو سمحت حضرتك ما تتكلمش معايا واقفلي. الامر منتهي جدا جدا، لا يحتاج الى اي شيء سوى الحسم. الحسم مع نفسك اولا، ثم مع والدتك، ثم معاها، ثم معاه ان شاء الله، ولا تستجيبي باي شكل. والحادي برضو احد النقط زي ما هي بتقول، نقطه مهمه جدا دي يا جماعه بقى، احيانا هي يمكن هي فاطنه للامر، لكن احيانا الناس الساذجه بقى دي يعني تتاثر، اصله عنده مشكله، اصله بياخد رايه، اصل انا اللي بحل له مشاكله في مش عارف ايه، اصل انا بساعده في ايه. يا جماعه في افكار مهمه جدا الناس بيستطيعوا ان هم يدخلوا بيها عشان يقنعونا بهذا الامر. ام عبد الرحمن، احنا سعداء بمشاركتها معانا، دي اول مره تشارك في مباشر، احنا سعداء بمشاركتنا. وهي ارسلت رساله لمن هم في سن المراهقه، اتمنى ان هم يعني ينصتوا السمع ليها ويدركوا معنى هذه الكلمات. نعود للكلمه اللي قلناها، الجمله اللي قلناها الاولى، افكارنا الروحيه تصنع لنا مسرات لا تنتهي، وافكارنا الماديه تخلق لنا مطالب لا تنتهي واكثرها لا يتحقق. يعني طول ما انا مثلا بفكر روحيا ان انا اشعر مثلا بلذه الايمان، اشعر بلذه العطاء للاخرين، اشعر بلذه ان انا يبقى لي دور في الحياه، كل ما انا بفكر في حاجات تديني احساس معنوي جميل، ان انا معطي، ان انا كريم، ان انا جواد، ان انا محبوب من الاخرين، ان انا بادي دور في الحياه، كل ما بفكر في ده افكارنا الروحيه تصنع لنا مسرات لا تنتهي. وفعلا يا جماعه الدراسات اللي بيعملوها في الخارج دلوقتي عن السعاده، والناس لما بيوصلوا لكبر السن ايه اللي بيحسسهم بالسعاده في حياتهم، والله لم اجد مثلا كان بياكل اكل حلو، او كان بيعمل علاقات، او كان بيشرب، او كان او كان او كان، اجد انه اما كان مكسر من العطاء، اما كان عف اللسان، اما كان خدوم، اما كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقه قويه باستمتاع. ده اللي بنجد الناس في نهايه حياتهم او على استمرار حياتهم، دي معدلات السعاده العاليه في الامور الروحيه. وافكارنا الماديه، اولا افكارنا الماديه لابد منها، لابد ان في مطالب للجسد، لابد ان في اكل، في شرب، في شغل، في نجاح، في فلوس، لازم. بس كل ما بتزيد قوي او هي تكون بس هي التفكير، يبقى وافكارنا الماديه تخلق لنا مطالب لا تنتهي. عايز اكتر، عايز اكتر، عايز اكتر، هشتغل شغلتين، لا ثلاثه، لا لا، وتنسى الجانب الروحي، ففي النهايه واكثرها لا يتحقق. فمطلوب التوازن مع اعطاء الاولويه للجانب الروحي، والجانب الروحي مش بس العباده، لكنه زي ما قلنا العطاء، الدور في المجتمع، التاثير في المجتمع، افاده الاخرين، نفع الاخرين، كل ده دور بيكون بنقوم بيه في الحياه. النهارده بدانا سلسله مهمه جدا اللي هي سلسله الحب، وكله عايز يحب. اتكلمنا عن مشاهده، المشاهد بتاعت ليه قد ايه احنا حاسين بالناس اللي بيمروا بهذه التجارب، وخاصه اللي سنهم صغير، قد ايه احنا حاسين بيهم، لكن في نفس الوقت قد ايه شايفين نتائج هم ما شافوهاش قبل كده،
وما مروش بيها قبل كده، فحاولنا نوريها لهم لعلهم يفهموا ان كل حاجه المفروض ليها وقت وليها طريقه وليها شكل وليها اتجاه، عشان نحافظ على رضا ربنا علينا، عشان نحافظ على رضا اهلنا علينا، احترامنا لنفسنا واحترام اهلنا لينا واحترام الناس لينا، ورفعه راسنا كده ان راسنا تبقى مرفوعه باستمرار وسط الناس، لا خايفين من حد ولا خايفين حد يقول حاجه ولا حد يكتشف حاجه. اتكلمنا عن اسباب المشكله وعلاجها، ونتمنى ان شاء الله ان هذا الامر يكون حاضر في ذهننا. كلمنا الملتزمين والملتزمات يعملوا ايه لو حواليهم ناس بيمروا بتجارب من هذا النوع، وهم نفسهم ازاي ينجوا من هذا النوع. فضل عندنا هنتكلم في حلقات قادمه ان شاء الله، هنتكلم عن حب الابناء للاباء وحب الاباء للابناء، وده امر مهم جدا. هنتكلم عن الاباء والاباء والامهات اللي عندهم اولاد في هذا السن، ازاي يستطيعوا تقييمهم وتقويمهم في هذه المرحله السنيه واكتساب صداقتهم ومساعدتهم على عدم خوض تجارب فاشله تؤدي بهم الى اضرار كبيره جدا جدا في حياتهم. هنتكلم عن حب الازواج للزوجات والزوجات للازواج، هنتكلم عن حب الاصدقاء، هنتكلم عن حب الخير، عن حب العمل، عن حب العطاء، عن حب الله، عن حب حاجات كتير قوي 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 هنتكلم عنها ان شاء الله ونستكملها في حلقاتنا القادمه، عشان حياتنا بالفعل تكون حياه مليئه بالحب، تكون حياه كلها حب في حب، لكن حب نفخر بيه، نرتقي بيه، نتقدم بيه، ننجح بيه، نركز بيه، نسعد بيه. اتمنى ان شاء الله ان حياتنا كلنا تبقى حب في حب، لكن حب بهذه المواصفات، يعني يعلم الله كم احبكم في الله وكم أتمنى الخير لكل مشاهدينا ولكل من أعرفه وما لا أعرفه. أتمنى أن احنا نكون بنستطيع أن احنا نضع لبنة في ضبط مشاعرنا وضبط جوارحنا وضبط أفكارنا. إن شاء الله هنلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد، السبت 6:30 بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، ولكم مني كل الحب والود والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي في الله كن عونا لمن بالحب نادى.